ارحب بكم مشاهدي الاعزاء في فقرتنا الخاصه ازمان اماكن. احنا اليوم موجودين في مكان جدا متميز وهو كورنيش ابو ظبي. هذا المكان الجميل اللي طبعا عمره اكثر من 60 الى 70 سنه، مكان جدا متميز وجميل. قيادتنا الرشيده خلت هذا المكان من اروع واجمل اماكن سياحيه في العالم. خلونا نشوف هذا المكان الجميل، نشوف الناس، نتكلم مع الناس، بنسوي بعض الاستطلاعات عن هذا الكورنيش. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. زمان أنا قبل فترة شفت صورة عندي في التلفونات في الانستغرام، ولقيت صورة مكتوب فيها 1965 1900 وشيء. شفت الصورة في الكورنيش ما شاء الله، يعني حلوة، كانت حلوة، والحين زادت أحلى على نظام يعني الحضارة القديمة وعلى الجديدة ما شاء الله. حتى يوم بتشوف هناك جزيرة اللولو عندك، يعني الأول تشوف الرملة الحمراء اللي هناك على مطلع على البحر ما شاء الله، يعني لا عليه كلام. والله يطول عمر الشيوخ، والله يرحم زايد، أسس الكورنيش هذا تقريبا من على ايام الثمانينات، وصى عليه ورتبوه وزينوه وما شاء الله، والله يطول عمر الشيوخ. وتشوف العالم من كل جنسيات هنا موجودين، من اهل الدار ومن اهل بضبي، من بضبي من السلع لين الفجيره كلهم موجودين ما شاء الله، والاجانب موجودين والسواح وما شاء الله. مكان هادي وكلهم يعني ناس محترمين ما شاء الله، وعارفين انفسهم وعارفين انهم في مكان امن ومرتاحين، وكل واحد في يعني مع نفسه مع عياله وكذي، جو عائلي انا اشوفه. ايضا انا الاحظ وجود هني الشرطه السياحيه والامن والبلديه والكل متواجد على 24 ساعه. والله هذه مبادرات طيبه، والله يطول عمر الشيوخ، هذه ما هي غريبه عليهم، هو سباقين في الشغلات هذه، يهتمون في المواطن، يهتمون في الوافد، يهتمون في السواح، ويعني مرة ما عليهم أي قصور، ما يعني حتى نقطة ما شيء مرة. ونفس ما قلت أنت، مكان قديم جدا، وجهة سياحية قديمة، واليوم أصبحت حديثة وبكل ما تحمل الكلمة من معنى. شاطئ الكورنيش أبو ظبي من أجمل شواطئ العالم. وهذا الكورنيش طال عمرك سبحان الله، يعني حنا نسير الرمل وايد، وهذا الرمل اللي طلع وهذا، بس يوم تي عند البحر الكورنيش بالذات، كورنيش أبو ظبي مره ما شاء الله عليه الصراحه، ترتاح وتسوق السيكل هذا، تغير جو، تسوي رياضه شوي كذي خفيف على الجو الطيب هذا. الله يعافيك علي مبارك الكثيري، اشكرك طبعا على الكلمات الطيبه، ونتمنى لكم التوفيق وقضاء اسعد الاوقات على كورنيش أبو ظبي. يعطيك العافيه، ما قصرت. شو تسوون في كورنيش أبو ظبي؟ نلعب مثل ما تشوف، نركب سياكل، نتمشى، الجو حلو. مبسوط؟ ايه. شو رايك في الكورنيش؟ حلو يعني. مستانس عليه؟ ايه. يلا شكرا لك، وانتي شو تسوين في الكورنيش؟ انا احب اركب سيكل، نسير عند البحر من هناك نلعب. اوكي، مستانسة يعني؟ ايه. مبسوطة؟ وايد. يلا نتمنى لكم التوفيق. طبعا مشاهدي الاعزاء، هذه كانت تغطيتنا في هذا التقرير ازمان اماكن، نتمنى ان طلعنا عليكم بتقرير وايد حلو وما وصيكم. وايضا مشاهدي الاعزاء، نباكم تزورون هذا المكان الاكثر من رائع، نتمنى لكم حياه سعيده.